السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله نتكلم عن الإطباق الثالث من أنواع الإطباق اللي نستخدمها في مجال صناعة التعويضات المتحركة الكاملة ضمن سلسلة All About Complete Dentures. بعد أن تحدثنا في الثلاث محاضرات السابقة عن المونوبلين أوكلوجين وعن البالانس أوكلوجين والعوامل المؤثرة فيه، خلونا نتعرف على هذا النوع من الإطباق وفوائده ومساوئه فيما يتعلق في صناعة الأجهزة الكاملة. خلونا نبدأ. طبعا البالانس اوكلوجن يستطب بشكل اساسي مع وضع سنخ تبقي امامي خلفي جيد، وهذا مهم لاستخدامنا اسنان تشريحيه مع مرضى عندهم توضع دهليزي سني طبيعي للاسنان الخلفيه او مع عضه معكوسه بشكل كلي. قد يكون تنضيد الاسنان الخلفيه سهل، لكن امتى بتبدا الصعوبات؟ تبدا لما المرضى بيكون عندهم توضع طبيعي دهليزي لساني باكاللينجوال في منطقه البريمولر، لكن بيكون عندهم كروس بايت عضة معكوسة في منطقة السيكند مولر. هون لو حبينا ننضد الأسنان على السنخ كما هو مطلوب في البالانس أوكلوجين، فالضواحك يجب أن تبقى طبيعية والأرحاء معكوسة، وبينهما الفيرست مولر رح تكون نقطة تحول. فهون نحن لا يمكن أنه نحن ننضد فوق السنخ، لأنه لو فعلنا فلن نحصل على إطباق الكاسب توفوسا أو إطباق عدبي لوهدة. حنضطر ننضد حد لحد أو رح تضل العضة المعكوسة مثل ما هي، ورح نحتاج الحقيقة الكثير من التعديل والسحل لتحقيق ما نريد. لذلك هون استخدام أسنان غير تشريحية بيكون مفضل. أيضا هناك جدل على أنه هل فعلا البالانس أوكلوجين يقلل القوى الجانبية، لأنه في دراسة لأبحاث اللي يعملها كايد وجد أنه البالانس أوكلوجين الحقيقة بالعكس يزيد القوى الجانبية بسبب تواجد الأسنان التشريحية. هو طبعا أثر نقطة أنه نحن لسنا متأكدين من أنه البالانس أوكلوجين يقلل القوى. أيضا هناك سؤال يبرز من الاعتراضات على البالانس اوكلوجن، انه لما نحن بتكون في لقمه طعاميه بين الاسنان في الجانب العامل مثلا، هل تبقى الاسنان متماسه اماميا خلفيا في الجهه الاخرى؟ هل هناك فعلا اطباق متوازن حين او موازن؟ وجدوا ان معدل تماسات الاسنان في اليوم اساسا هو 17 دقيقه، باسوأ الاحوال يرتفع مع مرضى البارافانكشنال ل 2-4 ساعات. لذلك بيقترح كايد انه قد يكون ليس من الضروري الحقيقه انه نحن نستخدم البالانس اوكلوجن مع هذا وقت التماس القليل اذا نحسبه على مستوى اليوم. لذلك هو قال انه من المفضل انه نحن نروح لهو اطباق اخر اسمه لينجوالايزد اوكلوجن او الاطباق اللساني، وهو الحقيقه راح يكون ان شاء الله موضوع محاضرتنا. حتى ادعاء المضغ الافضل مع البالانس اوكلوجن هناك من نفى، لأنه قال أنه هو على علاقة مع الأسنان التشريحية من الناحية النظرية، لكن لا يوجد ما يكفي من دراسات تدعم هذا الرأي. فإذا نحن من خلال هاي المقاربات بصير لازم نتعرف على هذا النوع من الإطباق Lingualized Occlusion أو الإطباق اللساني. بالنسبة للإطباق اللساني، طبعا أول من وصفه كان العالم ألفريد جيزي عالم سويسري بال1927. الحقيقة أنه هذا النوع من الإطباق يعتمد على استخدام حدبات حنكية كبيرة في الفك العلوي يقابلها جهاد مركزية سفلية عريضة. فهو عمليا يعتمد مبدأ اللارج كاسب في الأبر بالتال كاسب في المولر يقابلها وايد لور سنترال فوسا. وفق هذا المبدأ حدبات البكل أو الخدية في العلوي والسفلية لا تتماس، على عكس ما أخذنا مع الإطباق الموازن اللي كان فيه تماسات متزامنة في كل الحركات وعلى كل الأسنان. كلاف كان ذكر على أنه 67% من خلال الاستبيان على مرضى أجهزة كاملة أنه كانوا بفضلوا Lingualized Occlusion بسبب أنه هو أكثر فعالية في عملية المضغ. هنتعرف أكثر على فوائد هذا النوع من الإطباق. وبالتالي نحن مثل ما أنا شايفين الحدبات البكل ما في أي تماس، الحدبات اللسانية كبيرة وتتماس مع الوهاد أو الفوسة الوايد في اللور مانديبلر. هذا لا يعني أنه البكل كاسب ما عاد إلا دور في هذا الأوكلوجين، طبعا هي لا تزال لها دور تجميلي، زائد انه بهي الطريقة نحن بنتجنب عملية عض الخد او هذا الاختلاط اللي ممكن يحدث في بعض الاحيان لما نحن نكون مصرين على التطبيق التنضيد الاسنان وفق الاطباق الموازن. طبعا المبدأ بالنسبة للانجولايزد اكلوجن اول من حكى عنه هو باوند وباين، كان تعرض لهذا الامر باوند حكى عن استخدام نان بالانس لانجولايزد اكلوجن، وباين حكى ايضا افترض انه لتحقيق هذا الامر نستخدم نحن اسنان تشريحيه 30 درجه
بتم إعادة تشكيلها، إعادة السحل منها لحتى نحصل على الانجولايزد اوكلوجن، بمعنى أنه نحن نخفف من الحدبات الخدية. وقال أنه بهالطريقة نحن بنحصل على intercuspation وبنفس الوقت ما بيكون في عندي deflective occlusal contact. بيستخدم بشكل أساسي كمحاولة للحفاظ على النواحي التجميلية، الحفاظ على منافع الأسنان التشريحية بنفس الوقت. فناخد نحن منافع الأسنان التشريحية و بنفس الوقت نحقق نوع من التماسات اللي تحقق لاستقرار الأجهزة. بنستخدم عادة أسنان تشريحية بالفك العلوي مثل ما قلنا prominent palatal cusp، وبيكون في عندي مثل modified أو non-anatomic أو semi-anatomic teeth في الفك السفلي مع وهاد مركزية واسعة. طبعا بناء على هذا الأوكلوجن ميرسون طور الـ MLI أو ميرسون Lingualized Integration، بمعنى أنه هن صنعوا أسنان أو قوالب بتؤدي لتحسين المظهر والمضغ وبتعالج نوعا ما صعوبة التنضيد وفق هذا الأوكلوجن بالحالات المختلفة. هو افترض أنه نحن عندنا أو هو عمل مثل two different molds للماكسيلاري بوستيريورز، عمل نوع من الماكسيلاري بوستيريورز سمى سي سي بيؤدي لكنترول كونتاكت، ونوع آخر الام سي بيعطيني ماكسيموم كونتاكت. الفكرة أنه هو دائما التنضيد بيكون على الكنترول كونتاكت اللي بيعطيني التماسات اللسانية. بس فكرة ميرسون هو أنه نحن في بعض الحالات المرضى اللي بيقدروا نعمل عندهم إعادة للسنتريك ريليشن بطريقة متكررة ودقيقة، ممكن نحصل على ماكسيموم كونتاكت بأنه نحن بعد ما ننضد على السي سي وناخد السنتريك ريليشن نرجع نستخدم الام سي مولد اللي بيعطيني ماكسيموم كونتاكت وبالتالي تماسات أكثر صميمية. فهذا بيعزز قوة المضغ، بيعزز استقرار الجهاز. وبالتالي هنلاحظ نحن انه الـ MC mold maxillary posterior بتكون عند الحدبات اطول، وبيكون بشكل عام المظهر التشريحي اكثر وضوحا منه مع السي سي. بالتالي الـ MC mold بنحني نوع من الـ exacting occlusion. طبعا مع هذا النظام لميرسون الاسنان الامامية بتكون بنفس الوضع الطبيعي، بيكون لها كمان حجمين. أتاح هذا النوع لميرسون هو أنه نحن نعمل نوع من التنضيد بحجمين مختلفين وفق ما تحتاجه الحالة. وبالتالي نحن بهيك حالة في بعض الحالات استخدام هاي الأسنان للتنضيد على الأسناخ بيؤدي لأنه يكون في صعوبات، يعني مع النورمال باكالينجوال ألاينمنت الأسنان الخلفية بيكون سهل تحقيق هذا الأمر، لكن لما بيكون في عندي طبق طبيعي في منطقة البريمولار وعندي كروس بايت ألاينمنت في السيكند مولار إيريا، هدول المرضى لو نحن جينا بدنا نعمل الإطباق الموازن عندهم وننضد على السن، فالفيرست بريمولار نحن بنقدر نحطها بالنورمال باكلينجوال ألاينمنت، لكن السيكند مولار إذا ننضدها بهي الطريقة رح يؤدي ذلك لأنه ننضدها خارج السنخ، وبالتالي بصير من المستحيل التنضيد وفق الطريقة. لكن في حال نحن قدرنا انه نعمل جود اوكلوجن ونحقق نواحي جماليه كويسه ونعمل تماسات على فقط الحدبات اللسانيه، هذا بيعطيني حريه باني انا انضد الرحى الثانيه بمعزل عن العوامل اللي ذكرتها المؤثره على الاطباق الموازن. وينسحب هذا الكلام على كثير من الحالات مثل اليونيليترال او البايليترال بوستيريور ريفرس ارتكليشن كروس بايت او حتى البروجناتيك او ريتروجناتيك بيشنت بكل هاي الحالات. فاللينجوالايزد اوكلوجن بيعطيني حل كثير من المشاكل. وبالتالي مع اللينجوالايزد اوكلوجن حنشوف كيف نحن انه تغلبنا على مشاكل اللي كنا نعانيها مع المونوبلين اوكلوجن من ناحيه نقص قدره المضغ والنواحي الجماليه، تغلبنا على هاي المشاكل اللي ذكرتها المتعلقه بالاطباق الموازن. فصار في عندي اطباق بنقدر من خلاله نحن نحقق كونتاكت خلال اكسكورسيف موفمنتس، خلال السنتريك موفمنتس على مستوى اللينجوال كاسب. وبالتالي يعني هاي الحدبات اللي تدعم الحدبات الوظيفية تؤمن هاي الوظيفة من دون الإخلال بالنواحي الجمالية. وبالتالي نحن إذا بدنا نترجم الطبق اللساني على أرض الواقع، فينا نقول إنه هو عبارة عن طبق موازن بس بطريقة مختلفة تعتمد على السطح اللساني للحدبات. وبالتالي أصبح بإمكاننا لا نزال نملك البنيفيتس مع البالانس أوكلوجن، سواء من ناحية استخدام أناتوميكال أو سيمي أناتوميكال تيث أسنان تشريحية أو نصف تشريحية، مع بعض التعديلات اللي ممكن نحتاجها لنعمل مثل ما قلنا التماس على المستوى اللساني والفصل على المستوى البكل، وبنعمل نوع من الريديوست على فيشل ولينج والكاسب، بنعمل نوع من الوايدنينج على مستوى السنترال فوسا هذا بالنسبة للور. وبالتالي بيصير في عندي إمكانية لأنه نحقق بالانس بالحركات السنتريك والإكسنتريك. أهم المنافع اللي ممكن إحنا ناخدها من اللينجوالايزد أوكلوجن
هي مثل ما قلنا النواحي الجمالية، لأنه الحدبات البكل تعطيني المظهر التجميلي المطلوب. Better penetration of the food bolus، لأنه كنا قلنا إنه أثناء عملية مضغ الطعام بيحصل فصل بين الأسنان، نحن بهذه الطريقة عم نتيح نحن للأكل إنه يمضغ على المستوى اللساني ويخرج من المستوى البكل. أيضا تقليل الـ vertical lateral forces، واللي قلنا نحن هذا أهم الأسباب اللي خلى هذا الكونسيبت يطلع، وذكرنا أدلته لما حكينا في مطلع المحاضرة. أيضا إنه تعتبر أسهل كتكنيك، تعديلات بسيطة بس ممكن نحن نحصل على الكونتاكت اللي حتى ممكن قادرين نشوفه ونتبينه، وبالتالي نحصل على سنتريك ريليشن أكثر دقة. أيضا استخداماته أوسع، شفنا مع البالانس أوكلوجن في بعض الحالات لا يمكن يتعذر الحقيقة أنه نحقق هذا الأمر، فهو مفيد في عدد واسع من الحالات. أيضا أهميته هو بالستابيليتي اللي بنحصل عليها مع المرضى اللي عندهم برا فانكشنال موفمنت، لأنه هؤلاء المرضى بيكون صعب جدا التماسات الكاملة على مستوى جميع السطوح، بيحصل نوع من الديفليكتيف كونتاكتس، بهذه الطريقة نحن بتصير الأمور أقل ظهورا أو وضوحا. أيضا سهل جدا أنه نحن نعمل adjust للأوكلوجن، لأنه نحن عم نقدر نشوف الحدفات اللسانية اللي عادة بتبقى مغطاة مع الطبق الطبيعي الموازن، مثل ما قلنا استخدامها لمدى أوسع مع كلاس 2 وكلاس 3 وحتى مع حالات الكروس بايت. مثل ما قلنا كثير من المزايا ممكن الحقيقة نحصلها ضمن هذا النوع من الأوكلوجن، وقليل من المساوئ. من هاي المساوئ مثلا أنه حنشوف أنه إذا بنقارنه مع المونوبلين أوكلوجن فهو يعتبر أكثر صعوبة على مستوى تنضيد الأسنان، لا يزال هناك متطلبات تتعلق بأنه نحن نعمل التماسات على مستوى اللساني ونضبطها في الحركات الجانبية. أيضا ما في عندي أي أدلة ملموسة علمية اعتمد عليها تثبت أنه الاستابيليتي تطور أو تحسن مع هذا النوع من الإطباق مقارنة مع البالانس أوكلوجن، وإن كان هذا الأمر نظريا نقدر نفهمه. أيضا لا يزال هناك صعوبة باستخدامه مع المرضى اللي عندهم بعض الاضطرابات العضلية العصبية مثل الداء باركنسون وغيره، الحالات الامتصاص السمخي الشديد، فهون لا يزال هناك حاجة لاستخدام المونوبلين أوكلوجن. هذا الشكل من الليجولايزد أوكلوجن هو أول من اقترحه باوند لنا، بيعتمد على أنه نجعل الحدبات اللسانية العلوية تطبق مع سطوح البقية السفلية مثل ما أنا شايفين في أوضاع الفك السفلي العاملة وغير العاملة، مثل ما أنا شايفين في الحركات في السنتريك وفي الإكسنتريك. فبالتالي فينا نقول أنه كأنه هو عملية مشاركة بين الإطباق الموازن بالانس أوكلوجن والمونوبلين أوكلوجن أو الإطباق وحيد السطح. عادة مع هذا الأوكلوجن نستخدم أسنان تشريحية أناتوميكال في الفك العلوي وغير تشريحية في الفك السفلي. مع هذا الأوكلوجن لا يزال لجميع العوامل الخمسة اللي درسناها في المحاضرة السابقة الدور نفسه. كختام أنا بدي أحكي أنه بالتالي بعد ما درسنا أنواع الإطباق المختلفة لازم يكون الآن واضح لطبيب الأسنان خصوصا أخصائي التعويضات أو البروستودنتيست نوع من الأفكار المنظمة حول اختيار الإطباق المناسب للحالة. العوامل اللي بتلعب دور بهذا الاختيار هو عمر المريض، الحالة الصحية للأسنان النسج الرخوة ولا الأسناخ، الحالة الاجتماعية والمتطلبات الجمالية للمريض وأيضا المتطلبات الوظيفية، أيضا مهارة الطبيب نفسه، قدرته على التعامل مع الأوكلوجن بكل أنواعه، وأخيرا المواد المتوفرة والمعامل اللي عم يتعامل مع الطبيب. كل هاي الأمور لازم تكون مبرمجة في الطبيب لاختيار الأوكلوجن المناسب حسب ما ذكرنا في المحاضرات السابقة. أيضا لابد أنه أذكر أنه هناك مجموعة من العوامل يلي بتتيح بداية صحيحة ودقيقة للدينشال أوكلوجن، منها مثلا أنه الطبيب يقوم بعملية الفيرتيكال ديمينشن ميجرمنت بطريقة صحيحة، أيضا تسجيل صحيح للسنتريك ريليشن، وهون مهارة طبيب الأسنان، وأيضا أنه نحن نعمل أوكلوجن ريمز أو بايت ريمز مصنعة بشكل ملائم وجيد تحقق لي القوة والنعومة والملوسة والثخانة اللي مفروض أنها تتوفر في الجهاز الكامل أو التعويض المتحرك الكامل لاحقا. دراسة مقارنة بين أنواع أو طرق مختلفة في تنضيد الأسنان اعتمدت صناعة الأطقم الكاملة مع Normal Occlusion أو مع Monoblin أو مع Lingualized Occlusion. دراسة خلصت على أنه على عكس ما يشيع من خلال المراجع على أنه Normal Occlusion هو الانديكيتد وهو الأفضل، الأوكلوجن الأفضل. الدراسة هي أثبتت على أن Lingualized Occlusion كان الأفضل مع الأجهزة الكاملة.
بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. أتمنى الآن بعد استعراض كثير من الجوانب النظرية إلى علاقة بالارتكوليترز وإلى علاقة بالنظريات الإطباقية وإطباق الأجهزة الكاملة، أنه صار عندنا أساس نظري كافي لنتابع إن شاء الله نتكلم عن عملية التنضيد نفسها Setting of the Artificial Teeth، ونحكي كل ما يتعلق بهذه العملية إن شاء الله في متابعة على سلسلة All About Complete Dentures. أود الإشارة وسائل التواصل الاجتماعي، أتمنى أنه تتواصلوا معي وتدعموني على وسائل التواصل المختلفة، وأيضا أتلقى أي استفسار أو اقتراح بكل رحابة صدر. أتمنى أيضا تدعموا القناة من خلال الاشتراك والمشاركة واللايك وترك تعليق في التعليقات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.